والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل. قراءة في الصحيح المسند من أسباب النزول لأبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الإمام أحمد رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. هذا الآية من سورة البقرة. حافظوا، هذا فعل أمر، وكما قال ابن آجر الروم: والأمر مجزوم أبدا، يعني الفعل الأمر الأصل فيه أن يأتي مجزوم، أن يأتي مجزوما، وهنا فعل أمر بني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والمحافظة على الصلاة واجبة، المحافظة على الصلاة واجب. قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره: أي الإسلام أفضل؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل هذه الأدلة تدل على وجوب المحافظة على الصلاة وعدم تضييعها. حافظوا على، اقرأ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أيوة، حافظوا على الصلوات، هذا لفظ أيها المباركون هذا عام، والصلوات إنما المقصود بها الفريضة: الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. والصلاة الوسطى هذا خاص عطف على العام، وأهل العلم هنا لهم أقوال في الصلاة الوسطى، منهم من قال هي الفجر ومنهم من قال هي العصر. طيب الفيصل فين حيكون هنا مشايخ؟ الآن قلنا أهل العلم قالوا الصلاة الوسطى، منهم من قال الفجر ومنهم من قال العصر. طيب الفصل لهذا الاختلاف عند أهل العلم من فين نجيبه؟ بالحديث. نجيبه من الدليل، أحسن الله إليكم، نجيبه من الدليل. قال صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كما في الصحيح: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والقاعدة الأصولية تقول: لا اجتهاد مع النص، ما في اجتهاد مع النص، لما النص أتى فلا اجتهاد مع النص. هنا تأتي فائدة يا أخوان، أن احنا نتعلم علم وإيش؟ أصول الفقه. نرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى أصله. فإذا لما تأتيك رسالة من هنا ومن هناك والصلاة الوسطى هي الفجر، يا كذا، يقول له: يا أخي الدليل هذا الحديث، والحديث في الصحيح وهو صحيح، أن الصلاة الوسطى هنا صلاة إيش؟ هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، فخلاص إذا انتهت. طيب، من القواعد الأصولية أحسن الله عليكم أن العطف الخاص على العام يدل على عظم قدره ورفعة منزلته، يدل على عظم قدره ورفعة منزلته. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. الملائكة كلهم الذين يعلمهم الله عز وجل تبارك وتعالى. عطف هنا مين؟ جبريل وميكائيل، لعظمهما ولعظم ماذا؟ ولعظم شأنهما، ولعظم شأنهما. وهذا هو لذلك، فلذلك لعظم شأن صلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، جاء هنا، جاءت الآية بعطف الخاص على ماذا؟ بعطف الخاص على العام. ورد فيها فضل، قال صلى الله عليه وسلم: أولا من حافظ عليهما دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هم الفجر والعصر. جاء في فضلها أن من ضيعها كأنما وتر أهله وماله. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله. وجاء في فضلها أيضا أيها الكرام الفضلاء في هذه الصلاة أنها يتعاقب فيها الملائكة، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار،
ينزلون في صلاتي إيش؟ في الفجر والعصر، ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء، إلى غير ذلك من الفضائل التي أتت في فضل هذه الصلاة حتى تنازع بعض أهل العلم أيهما أفضل، الفجر ولا العصر، الفجر أم إيش؟ أم العصر. نعم. وقوموا لله قانتين. القنوت هو طول القيام، أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، من القواعد المقررة أن كلما جئت لتتأمل الصلاة أن اللفظ فيها بالقيام وليس بالأداء. أقم الصلاة لذكري، يقيمون الصلاة، وهكذا كل بلفظ إيش؟ وقوموا لله قانتين، دلالة عنا أن القيام في الصلاة هو الإتيان بفرائضها وأركانها وواجباتها ومستحباتها والبعد عن مكروهاتها والبعد عن كثرة الحركة فيها والوسوسة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. استحضار القلب والقالب، استحضار القلب والقالب في الصلاة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. هذا محمد بن جعفر هذا اسمه غندر، لقب بغندر لأتى أحد العلماء إلى العراق وذهب هو لكي يحدثه، فيقول له حدثني يا إمام، والشيخ ما يبغى يحدثه. أحيانا تأتي لبعض أهل العلم أنه لا يريدون أن يحدثه، قال حدثني، ما يبغى يحدثه، قال يعني خلاص غيرك فيه من العلماء، قال وما أنت إلا غندر. غندر يعني المشاغب، غندر يعني إيش؟ المشاغب. غندر هذا لزم شعبة بن الحجاج أبو بسطام السدوسي 20 سنة حتى كان يلقب بربيب شعبة. الربيب هو الطفل الذي يربى في حجر زوج أمه: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ولذلك قالوا حديث لم يرويه محمد بن جعفر عن شعبة فاضرب عليه، لأنه لزمه 20 سنة. ولكن المقرر والمحقق عند أهل العلم أن هناك حديث صحيح رويت عن شعبة لم يكن قد رواها من محمد بن جعفر. نعم. وشعبة هذا سبحان الله كان سمينا، فيه سمن وبدانة، فلما سألوه مطوع وسمين قال من فرح بالإسلام، إذا الإسلام حصل له رفعة كده نفرح أنا أمتن على طول، ففرح بالإسلام ده زي الفيتامينات، فرح بالإسلام ده كان عنده زي الفيتامينات. وهم كانوا مع هذه الأجساد السمينة، ولكنهم كانوا عبادا وزهادا وأصحاب رحلة. شعبة هذا في مرة سبحان الله سمع حديث، واحد يحدث كده تحت عند الباب، فقام لطمه، ولما دخلوا كده قالوا يعني إيش؟ قال طلعوا لقاه يبكي، قال ما بك تبكي؟ قال يا أخي أنت ضربتني وأوجعتني. قال أما ترى ما تحدث؟ تكذب على رسول الله؟ سبحان الله. والله شعبة لو كان في أيامنا هذا كان لطشهم كلهم، بتوع السناب شات هذول كل ما هو آت آت، بتوع الواد سلائيم والواد سلائيم كلهم كان لطشهم وريحنا منهم سبحان الله. يقول اللي كان جالس جنب شعبة قال: فقلت والله أنا صاحب هذا الحديث، لابد أشوف فين نهاية الحديث هذا، من حدث به؟ قالوا الشيخ فلان في بلدة كذا في البصرة. قال فذهبت لي، قال الحديث من عندكم. قلنا سبحان الله من عندنا؟ شو الكلام ده؟ قال فرجعنا قالوا لا من المدينة. قال فذهبت، قالوا لا من الكوفة. جلس يلف اللفة دي كله، في الآخر طلع حديث كله لا أصل له غير إيش؟ صحيح. شوف كيف أنهم يذهبون في الرحلة ليتأكدوا من حديث واحد. وإحنا أخونا في الله يجيله فضل، يجيله في رجب الحد من بشر به بهذا الشهر. وترى اسمعوها مني، حندخل في شعبان حيشيلوا رجب ويقول لك من بشر يبعثوا لك في شعبان، وحيبعث لك في رمضان، وطول ما انت بهذه الصورة. ولا يكلف نفسه أخونا في الله أن يتصل على طالب علم، ترى ما حد سافر زي ما سافر شعبة، والله بالجوال بس على الشيخ، ولا تبعث له رسالة إيش واتس جزاك الله خير،
وحيرد عليك يقول لك صح ولا غلط. وممكن بعد هذا كله ادخل على شيخ جوجل واكتب له الحديث، حيطلع لك مواقع موثوقة مثل موقع الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، موقع السنة وموقع الحديث وموقع كذا، يحيلوك ان الحديث صحيح ولا ايش ولا ضعيف. يعني الان يا اخواني يعني اصبحت يعني الان ما لاحد حجة انه احسن الله عليكم ان يروي حديثا ايش ضعيفا، لان الان تيسرت الآلة للتأكد من صحة الحديث. وبعدين رسول الله يرضى عليه، وتأمل النبي يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليلج النار. يا أخي والله إن قلبك يتقطع لما تقرأ مثل الحديث. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن روى حديثا وهو كذب فواحد الكذابين، وفي رواه الكاذبين فواحد الكاذبين. ترمى بالكذب يا رجل. ونحن في زماننا هذا من دلائل النبوة إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب. هذول بتوع المواقع يتحرون الكذب، لأنه عنده إمكانية أن ينشر حديثا صحيحا، لكن لا إلا أن ينشر أحاديث إيش أحاديث الكذب عفانا الله وإياكم. نعم، هذا شعبة، هذا عجيب شعبة، سبحان الله. شعبة كان سبحان الله يلتحف الأرض، فإذا قام أزال التراب من إيش من ثوبه. شوف سبحان الله يا أخي إنهم عجيبين سبحان الله. الله إنهم شعبة بن الحجاج هذا يلقب بأمير المؤمن في الحديث. نعم. قال: حدثني عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يقول عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال. هذا عروة بن الزبير أبو الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت الفرضي هذا أعلم الناس بالفريق في الفرائض، هذا زيد بن ثابت هذا رضي الله عنه وأرضاه، وأفرض الناس زيد. وزيد بن ثابت هذا من الذين جمعوا القرآن بأمر عثمان، قال: لو أمروني أن أنقل جبلا أخف علي من النش أجمع القرآن. نعم. قال: كان رسول الله زيد بن ثابت هذا لما جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إن عندنا فتى لقنا ثقفا، ولد مثقف، ولد لبق ولقن وجميل. فالنبي قال له: إني لا آمن اليهود. فتعلم، قال له إيش العبرانية، فتعلم في أسبوعين، تعلم اللغة في أسبوعين. لذلك يمكن تمر عليكم في الأيام الماضية هذا المقطع لهذا الشاب جميل الصوت جميل الخط الذي ينشد في زمن الجور حلم مبرور، جاكم المقطع هذا؟ هذه قصيدة شركية يا أحبابي. والغريب أن بعض طلبة العلم قاعد ينشرها في الحالة، وكمان راح قال أكثر حاجة طلبت مني اليوم، وقاعد وعمل يعني سمايل فيس وجهه ضاحك، يعني فرحان دي أكثر قصيدة طلبت منه اليوم، وجلس يوزعها. فالحمد لله وزع، بعثنا له الرد. قصيدة كفرية دي يا أخواني، لا انتبهوا، الله يرضى عليكم. فيها أبيات لما قال اشفع، قال: يا رسول الله، يا حبيبا لله، اشفع لنا يا رسول الله. وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر، كما قال الشيخ بن باز والعثيمين والشيخ خالد علي الشيخ محمد بن ريمان الشيخ، وهذا لا نزاع فيه عند أهل السنة يا أحباب. وأيضا لما قال: همي همك وأغدو بخطاك لعلك فهل لا تقبلني وهل لا ترضى عني، كل طلب مثل هذه الأشياء من النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم شرك لا يجوز. ولذلك الإنسان ما يشرق لما يأتيه مثل هذا. وأصل القصيدة هي لأحد المنشدين اسمه عماد، اسمه عمار صرصر، وهي دائما هو ينشد في أناشيد الصوفية إلى غير ذلك، مصحوبة بالمعازف إلى غير ذلك. فتنتبهوا يا أحبابي، الله يرضى عليكم، لما يجي لك مثل هذا أو تجد أحد الشاب حط عنده في الحالة أو كذا، يعني شيء لو انتهى الطالب علم يدلك عليها جزاك الله خير. والله جاتني من الإمارات، والله من الإمارات جاتني من أحد الإخوة الطيبين من هناك يسأل هل فيها مخالفة أم لا. شوف كيف العالم، عالم وسائل التناطح اللا اجتماعي هذه تتناطح كيف فيها المعلومة سبحان الله. أمس واحد قال لي جاتني من كندا، لا إله إلا الله، شوف راح توصل لحد كندا، بيننا وبين كندا 9 ساعات ولا أكثر ولا أقل،
دحين هم يعني الساعة كان في كندا الساعة 2 العصر الآن، وإحنا الساعة عندنا 9، هم في عز القيلولة وإحنا في أول هزيع الليل، وراحت لفت ودارة تحدي كندا، ممكن تكون راحت لفت القارات السبع كلها الست، ما سابت لا الأمريكتين ولا استراليا ولا آسيا أفريقيا أوروبا، القارات كلها لفت جزاك الله خير. فتنتبهوا يا أخواني، وهذا من دلع نبوة من حديث سمرة عند البخاري لما أن النبي يقول ابتعثني جبريل، فإذا أنا برجل قائم على رجل بكلوب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ينتهي يجي على الشق الثاني يلتئم يقوم راجع وهكذا دوالي، من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والله من دلائل النبوة هذا الحديث، هذا الحديث من دلائل النبوة، وده اللي حاصل في زماننا هذا الآن. تنزل المقطع زاك الله خير في اليوتيوب تلقى وصل الملايين ومئات الألف من إيش المشاهدات في خلال سويعات معدودة. فلننتبه يا أخوان، الله يرضى عليكم. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ليطمئن قلوبهم ويقول لهم مهما بلغتم من المشقة في أداء الصلاة بالهاجرة، يعني في شدة إيش؟ في شدة القيظ والشمس، فاصبروا أنتم على خير عظيم. والحمد لله مساجد مكيفة، أمور طيبة في بلاد، والله فعلا تشعر فعلا بهذه الأحاديث لما تذهب إليها. حر حر بمعنى حر، المسجد عبارة عن صندقة، والحرارة فوق 40 وفوق 50 وفوق 45 درجتها، وما في إلا مروحة، وأحيانا ما في مروحة، ما في إلا شباك، ما في إلا شباك، والسجاد حصير ليس سجادا، أو أحيانا تراب، أحيانا تراب. فالحمد لله على النعمة. نعم. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن أبي حكيم، إلا عمرو بن أبي حكيم والزبرقان وهما ثقتان، وأخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير، وذكر ما فيه من الاختلاف على الزبرقان ابن عمرو، فتارة يرويه عن عروة عن زيد بن ثابت، وتارة عن زهرة عن زيد بن ثابت، وتارة عن زيد بن ثابت وأسامة. وهذا كله يدل على الاضطراب، هذا يسمى الاضطراب، والاضطراب يضعف الحديث. نعم. وأخرجه الطبراني في الكبير، ولذلك هنا من فقه البخاري أنه رواه في التاريخ الكبير ولم يرويه في صحيحه. نعم. من طريق عثمان ابن عثمان الغطفاني، والمعتمد في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. نظرتم ليست الظهر، أنها صلاة العصر. نعم. كما في الصحيحين. وصلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام. إلا في عمرو وفي الزبرقان فهما ثقتان، فهذا أولا يعني يجعل الحديث لا يرقى إلى إيش؟ إلى أن يكون صحيحا، هذا واحدة. الأمر الثاني الاضطراب الذي فيه، لو لم يكن الحديث مضطربا لقبلناه إلى درجة الحسن من درجة الصحيح، لأنهم ثقات، فيجعل الحديث حسن وليس صحيحا. لكن الاضطراب اللي فيه يرويه مرة عن فلان ومرة عن فلان، هذا الذي تعتبر علة خفية قادحة، فترد إيش الحديث. ثم بعد ذلك في الصحيحين أنها صلاة إيش العصر، فلا شك هي مقدمة هنا على هذه الرواية. نعم. كتاب أذكار ولا؟ لا أذكار، وين وصلنا؟ لا 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 الملخص. لا الملخص هو. صلاة خمسة. وين وصلنا؟ باب في وجوب الصلوات الخمس، لا انتهينا منها. باب في أحكام الأذان والإقامة. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، باب في أحكام الأذان والإقامة. الأذان إعلام، وهو الإعلام بدخول الوقت، وألفاظه 15 و19 على من جعل فيها الترجيع، وهو أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله بصوت منخفض، ثم بعد ذلك يرفع بها صوته. وعلى ذلك جعلوا هذا أذان مكة وهذا أذان المدينة، وكلاهما صحيح. والإقامة هي الألفاظ التي تكون بعد الأذان إعلام بإقامة الصلاة، وتسمى أذانا، وإن كان بعض العلم يفرق في ذلك، لكن الدليل هو العمدة في هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال النبي: ما بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. نعم. لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، كما سيأتي معنا تحريرا، أن من شروط الصلاة دخول الوقت، وفرق بين الشرط والركن. الشرط يسبق العبادة، والركن يكون في صلب العبادة. فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة قبل وقتها إلا ما كان من أحكام الجمع والقصر، وهذا له باب آخر. نعم. وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله. شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها، وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية. وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم، لما عسر يعني لما شق ذلك. نعم نعم، لما شق ذلك على الصحابة، أنهم كيف يعرفون أوقات الصلوات الخمس. نعم. تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. نعم. أري ذلك في المنام، أري ذلك في المنام. وهذه نكتة لطيفة أيها الكرام الفضلاء. الصوفية والتبالغة، جماعة التبليغ وغيرهم، يعتمدون على الرؤى والمنامات في إقامة الدين، وإن الرؤى والمنامات لا تقيم دينا بعد إتمام الرسالة من خير البريات عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا يأتي إنسان الآن يقول رأيت أن الصلاة كذا، أو أن العبادة كذا، أو أن الصلاة النارية، أو أنك إلى غير ذلك. نعم، الرؤى والمنامات لا تقيم دينا بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما كانت في زمانه يقام عليها الدين إذا أقرها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأهل البدع لا زالوا يعتمدون على ذلك، أهل البدع لا زالوا يعتمدون على ذلك في جعل الرؤى والمنامات تقيم لهم الشرائع، تقيم لهم الشرائع، ولا شك أن اعتمادهم باطل. نعم. فأري عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الأذان في المنام، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. نعم. وقره الوحي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن من هنا نستفيد أن ألفاظ الأذان تعبدية، فمن زاد فيها كأهل البدع من الرافضة فأذانهم باطل فاسد، وعلى الإنسان أن يتقيد بألفاظ الأذان كما أقرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي وحي. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. فأولهما التكبير، وهو إجلال الله تعالى، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين،
ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام. وهذا من فوائده أنها مفتتحة بالتكبير الله أكبر الله أكبر. ومن الأخطاء فيها التي تفسد الأذان أن يجعل واو عطف بين لفظ الجلالة وأكبر، فيقول الله أكبر، هذا يفسد الأذان أيها الكرام. وعليكم السلام. إنما هي ضمة الله أكبر الله أكبر، وليس الله أكبر الله أكبر. الخبر هنا غير موجود، الله مبتدأ واو حرف عطف، أكبر معطوف على المبتدأ، أين الخبر؟ غير موجود. لكن الله أكبر مبتدأ وخبر، يعني لا شيء أكبر من الله عز وجل. ومن اللحن أيضا المفسد أن يقول الله أكبر فيجعل ألفا بين الباء الموحدة التحتانية والراء المهملة، وأكبر يعني طبل، وهذا يفسد الأذان. لذلك كان من السنة أن يتعلم الإنسان الأذان ولا سيما إذا كان فيه عجمة حتى لا يفسد على الناس عباداتهم فيقول الله أكبر أو الله أكبر إلى غير ذلك. وأيضا من الأخطاء في الأذان التمطيط والتلحين، قال الشيخ بن باز ولا يسوغ ذلك، ما ينبغي مثل هذا، إنما هي ألفاظ تسرد سردا وتفصح فصاحة، ولا داعي أن ينغم أو يطرف فيقول هذا أذان الحجاز وهذا أذان المدينة وهذا أذان المصريين وهذا أذان أهل الشام وهذا أذان بيت المقدس إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. بل لما سئل الشيخ بن باز عن أذان بعض الناس قال منهم السنة ومنهم البدعة، منهم من هو أذانه صحيح ومنهم أذانه غير صحيح. نعم. والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقبول. فهذا هنا ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قالوا أتسرد أم يفصل بينها؟ هناك نوعان، منهم من يقول الله أكبر الله أكبر، ومنهم من يقول الله أكبر الله أكبر. قالوا الفصل أولى، ومن وصل فلا حرج، لكن الأولى في الأذان أيها الفضلاء أن تفصل بين الألف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. ومن وصل فلا حرج، لكن نحن نريد أن نصل إلى ما هو أفضل، ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني أي هلموا وأقبلوا. حي على الفلاح، بعض الناس لا يظهر الحاء فتصبح حي على الفلاح، تعالوا للصحراء، يعني تسمعون هكذا ولا لا؟ أنها كأنها هاء وليست حاء، ينبغي أن يظهر حي على الفلاح، ويعلم أن يظهر الحرف الحاء حرف حلقي وليس حي على الفلاح. الفلاح يعني إيش؟ يعني الصحراء. نعم. والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامريهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قيل أطولهم جارحة أم أطولهم معنويا؟ قيل الاثنان محتمل، أن يأتي طويل العنق دون أهل الموقف جميعا، والله على كل شيء قدير، أو قيل يأتي طويل منزلة، وكلاهما محتمل. نعم. والأذان والإقامة فرضا كفاية. الفرض الكفاية هو إذا قام به البعض يسقط عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا، هذا معنى فرض على الكفاية، أو معنى فرض كفاية، أو معنى الفرض الكفائي. نعم. وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته،
فإذا قام به من يكفي من وقيل فرض الكفاية وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته نعم. فإذا قام به من يكفي يسقط عن الباقي نعم. سقط الإثم عن الباقين سقط الإثم عن الباقين. وربما يسأل السائل يقول لماذا إذا كان هذا هو الأجر العظيم لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول وهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أعمال يتركها رفقة بالأمة، وإلا لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا مضاربة في المحراب. كل يريد أن يقيم إيش؟ السنة. ودليل ذلك أن النبي يترك أعمالا يحض عليها قولا، ودليل ذلك لما قال انزعوا ولولا أن يزاحمكم الناس لنزعت معكم، والحديث في الصحيح لما مر عليهم في زمزم فقال انزعوا بني عبد مناف، انزعوا يعني ارفعوا الماء بالدلاء من البئر، ولولا أن يزاحمكم الناس. فيقولون سنة، نريد أن ننظر بإيش؟ بهذا الأجر. النبي نزع من زمزم لنزعت معكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدل أنه يترك أعمالا بأبي أمي عليه الصلاة والسلام رفقة بماذا؟ رفقة بهذه الأمة حتى لا يحدث بينها الشقاق والتنازع، مصداقا لقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. فليس للمرأة أن تؤذن، ليس للمرأة أن تؤذن، وليس للمرأة أن تأم. وما نراه ما حدث في فرنسا قبل أمس من قيام امرأة بإمامة الناس في صلاة الجمعة، وما كان يحدث قبل ذلك في بعض البلدان، نقول كل هذا باطل، كل هذا باطل. المرأة لا تأم في الصلاة إلا النساء، وتقف وسطهن ولا تؤذن، لكن لها أن تقيم في وسط النساء، لها أن تقيم في وسط النساء. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون دينا صيتا حافظا للوقت، يكون على دين، وأن يكون، وهذا الدين أمر مهم. أنا أذكر والله الرؤيا، يعني سبحان الله، امرأة كلام ده يعني سألتني قديما، اتصلت قالت يا شيخ أرى زوجي دائما في القمامة، فقلت لها صدقت رؤياك والعلم عند الله، لعله قد أذنب ذنبا عظيما ومات به دون أن يتوب. قالت كان زوجي 20 سنة مؤذن في الدير 20 سنة ولا يأخذ أجرا على أذانه، سبحان الله. قلت والله هذا الذي يعني يتراءى لي، وفين أخطأت فأستغفر الله من ذنبي، لكن هذا الذي انقدح في ذهني. مرت الأيام واتصلت يا شيخ، مرة كبيرة في السن يعني، وزوجها مات كبيرا في 70 وكذا، قالت تذكرني؟ قلت لها ما من أنت؟ قالت أنا صاحبة رؤيا كيت وكيت. قالت نعم ذكرتك. قالت يا شيخ أنا تقصيت وسألت وكذا، وأنا محرجة منك من ديك المرة، لكن أعلم أنه قد ذهب وشهد شهادة باطلة أن هذا المتر من أرض فلان وأرض فلان. تعرفون الناس زمان كانت يعني بالشهادة، هذه أرض وهذه أرض، فقالت شهد أن هالمتر متر واحد بس، متر واحد. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اقتطع شبرا من الأرض من غير حق طوق يوم القيامة 7 أراضي، هذا متر واحد بس، بكم؟ ب1000 ريال في ذلك الزمان، كان إيش يعني زي 10 ولا 100 في زماننا هذا. فلذلك لابد أن يكون المؤذن دينا صاحب دين صاحب ورع، سبحان الله. أي صدق نتوقف نكمل إن شاء الله بعد. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا كل التمطيط هذا غير صحيح.
إن شاء الله نسوي دورة في الأذان ونجيز في الأذان، عندنا إجازة في الأذان بإذن الله إن شاء الله. أيوم أفضل ما مر الأذان. والله سبحان الله هذا شيء تنازع فيه أهل العلم، قالوا أيهما أفضل المؤذن أم الإمام؟ وجهان عند العلماء، قالوا المؤذن لأن حقه مهضوم، لأن حقه يكون حرشا، يكون مهضوما، وهو أملك للوقت، ولا شك أن من كان أملك للوقت للناس في عباداتهم وصومهم و إمساكهم إلى غير ذلك. ومنهم من قال الإمام لأنه يسمعهم القرآن ويقيم بهم الشعائر إلى غير ذلك، فليس هناك ثمة يعني أمر فصل في هذه المسألة، لكن لعله والله أعلم ربما يترجح للمؤذن لورود الدليل أطول الناس أعناقا إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. نعم والله أعلم. ما يقال أنه الإمام أفضل لأن النبي أتى بالإمام، هذا وجه أخذه أهل العلم، يعني احنا قلنا المسألة على هذين القولين لم يوصل فيها بشيء، منهم من قال الإمامة أفضل، منهم من قال الأذان أفضل وهكذا، لكن لعل أن الأمرين فيهما خير عظيم، لأنهم يقيمون شعائر من شعائر هذا ليش؟ من شعائر هذا الدين، ولا سيما إذا كان الإمام أيضا متقي لله محافظا على الإمامة. تجد أحيانا أغلب الأئمة أنهم يعني سبحان الله ما يحافظون على الإمامة، ولا تجدهم يعني يأتون إلى المسجد ويتحمل الكلفة كلها والمؤنة كلها يتحمل إيش؟ المؤذن، هو اللي أذن يقيم، وكمان هو يصلي بإيش؟ يصلي بالناس إلى غير ذلك. فلا شك أن مع التقوى تفضل إن شاء الله، مع التقوى أنها تفضل. أما إذا كانوا في عمل وبجوارهم المسجد يسمعون الأذان واركعوا مع الراكعين، هذا هو الأصل، يذهبون إلى المسجد. أما إذا كانوا في عمل والعمل في برية مثل الذين يعملون في المواقع إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، فالأصل استحبابا حديث أبي سعيد الخدري: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا حضرت الصلاة فأذن استحبابا، فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك من حجر وشجر إلا أتى لك شاهدا يوم القيامة. وأيضا عند المنذر وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من أذن فأقام صلى معه من جنود الله ما لا يعلمهم إلا الله، ما لا يعلم، فلذلك الأجر يكون عظيم. وكذلك من أذن في أرض قي يعني في أرض صحراء ثم أقام صلى معه من جنود الله ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل. والنبي سمع رجلا في شظية جبل يؤذن فقال: على الفطرة، على الفطرة، لما جاء عند أشهد الله أشهد محمد. فالأجور هذه أجور إيش؟ أجور جدا عظيمة، فلا ينبغي أن يتركوها. ولا شك أن بأذانهم يطردون الشياطين، إذا يعني إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضرات، فإذا ثوب رجع يوسوس، فإذا انتهى من أذان رجع يوسوس، وإذا ثوب الإقامة ولا هضرة، فإذا انتهى رجع يوسوس. فيستحب لهم أنهم يؤذنوا حتى في ذلك المكان. وهذه من السنن المهجورة إلا ما رحم الله عز وجل عند بعض الشباب لما يكون في طلعة بعيدة عن المساجد في البر أو كذا، أنهم يأتي إليهم وقت الصلوات ولا يؤذن. نعم يستحب لهم ذلك إن شاء الله. ممتاز. هنا الأصل في هذا الأمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرني في نفسه، قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فوجه الدلالة هنا أنه يجوز الذكر القلبي من غير تحريك اللسان، يجوز الذكر القلبي من غير تحريك اللسان، وعليه مثل هذا. نعم. بعد الأذان الأدعية. نعم. وش يقول؟ أدعي الوردة.
هو إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، هذا ابتداء. إلا في الحيعلتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صلوا علي الصلاة الإبراهيمية، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ما فيش في الدرجة العالية الرفيع ما فيه، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، زيادة أثبتها بعض أهل العلم وحسنوها وبعض لم يثبتوها، وهي مثبتة إن شاء الله. هذا هو الذي هو هذه الأدعية الواردة بعد إيش؟ بعد الأذان. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء الله من خير الدنيا والآخرة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد، حديث أنس دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد. نعم. بالنسبة لمواطن رفع اليدين في الدعاء، أهل العلم يقولون الأصل في الدعاء رفع اليدين، ثم بعد ذلك هذا العموم أتى عليه خصوص، فدلت مواطن يرفع فيها الدعاء ومواطن لا يرفع فيها الدعاء، بل يعد رفع الدعاء فيها بدعة، كرفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة، إلا في استسقاء أو استصحاء، وما دون ذلك يعد بدعة. لحديث عمارة بن رؤيبة لما رأى بشر بن مروان بن الحكم رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، ما زاد النبي على هذا، يعني ورفع إيش؟ السبابة، كما عند المسلم في كتاب الجمعة باب الدعاء على المنبر. فهذا ينتبه لمثل هذا. أيضا رفع الدعاء في المقبرة بعد الدفن هذا بدعة أيضا، كما قال شيخنا الشيخ الفوزان، لأنه لا ترفع الدعاء، إنما يرفع الدعاء يرفع اليدين بالدعاء عند الزيارة الخاصة، أما عند الدفن ما في رفع يدين بالدعاء ولا في تعني الاستقبال القبلة ولا تطويل في الدعاء. النبي يقول عليه الصلاة والسلام سألوا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت، ثم تنصرف. إن أردت أن تطيل فلا حرج، لكن لا تلزم أن الناس بهذا وتقول إن التطويل في الدعاء بعد الدفن سنة، لا، ده كان اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وأرضاه كما عند مسلم، قال فإذا دفنتموني فقفوا عند قبري وادعوا لي مقدار ما ينحر جزور. هذا اجتهاد من مين؟ من صحابي جليل. والقاعدة الأصولية تقول إذا اختلف قول صحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل الصحابي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير الصحابي مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقدم إيش؟ قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبقى ما فعله الصحابي اجتهاد. مثال ذلك مقدار أن كان عبد الله يأخذ ما زاد عن القبضة في حج وعمرة، نقول ده اجتهاد مين؟ ابن عمر. لكن النبي ما قال كده ولا فعل كده ولا أقر ذلك، إنما قال وفروا أعفوا أسدلوا إلى غير ذلك، صحيح؟ فهنا لا يعني استدلال ولا حجة لمن يستدل بفعل ابن عمر في هذا الباب، وأمثلة إن شاء الله في هذا الباب إنها كثيرة. أحسن الله عليكم. صلى الله عليه عشر صلوات، أي أنزلت عليه عشر رحمات، صلى الله عليه عشر صلوات، معناها أنزلت عليه عشر رحمات. هو طبعا هذا أنت فضيلة تريد أن تسأل الصلاة من الله لرسول الله ما هي؟ الصلاة، اللهم صل على محمد، صلاة الله عز وجل على رسوله قيل فيها أقوال، قيل رحمته، وقيل الثناء عليه، وقيل ذكره في الملأ الأعلى، كل هذا واردة، وفصلها القاضي عياض في كتابه الشفة بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفصل أيضا ابن قيم الجوزية في كتابه الماتع جلاء الأفهام فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، فتدخل كل هذه تدخل. لكن يبقى المسألة الثانية أحسن الله عليك، وهي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فانظر إلى عظيم الجزاء من فاط الأرض والسماء، أن الله عز وجل يصلي عليك، وصلاة الله عليك ماذا؟ رحمته لك ومغفرته. نعم.
يحتاج تفضل هنا باب ما يقول اذا رام ابتلى. تفضل. الله 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قراءة في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. باب ما يقول إذا رأى مبتلا بمرض أو غيره. نعم. ما يقول إذا رأى مبتلا بمرض أو غيره. هنا أيها الكرام الفضلاء، رأى تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى الرؤيا بالعين الباصرة الجارحة، وكلاهما صحيح. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالمقصود هنا أي إذا علمتم بذلك وإن لم تروه بأعينكم. والدليل من حديث ابن عمر أنه أتى رجل من البادية فقال: أشهد أني رأيت الهلال البارحة. فأمسك النبي وأمر بماذا؟ بالصوم. فتأتي رأى بمعنى علم، وتأتي رأى بمعنى الرؤية بالعين الباصرة العين الجارحة. مبتلى نكرة تدل على العموم، والابتلاء هنا من فقه النووي رحمه الله قال: بمرض أو غيره، ليدخل فيه ابتلاء الجوارح وابتلاء القلوب. يدخل فيه ابتلاء الجوارح وابتلاء القلوب، وابتلاء القلوب والعياذ بالله بالشبهات أعظم من ابتلاء الجوارح، أعظم من ابتلاء الجوارح. فمن رأى مبتلا بشبهة أو بشهوة أو بمرض فعليه أن يقول هذا، عليه أن يقول هذا الدعاء، عليه أن يقول هذا الدعاء. نعم. روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى مبتلا فقال الحمد لله. من ألفاظ العموم، اسم موصول بمعنى الذي، يعني يدخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير. رأى قلنا بمعنى رأى بعينه أو علم، يعني لو أنت في مكان ذكر عندك إنسان مثلا ابتلي في شبهة أو في بدن، تقول هذا الدعاء. وضحت يا أحبابي هذه؟ نعم. من رأى، من رأى مبتلا فقال. مبتلا نكرة في سياق جملة الشرط تدل أيضا على ماذا؟ على العموم، تدل أيضا على العموم، أيا كان هذا المبتلى ذكرا أم أنثى، كبيرا صغيرا، مسلما أو غير مسلم. نعم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وهذا الحديث ضعيف، لكنه يتحسن بمجموع الشواهد وعليه العمل، لكنه يتحسن بمجموع الشواهد وعليه العمل. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا إذا كان هذا هو الذي هو أمامك تراه، لأن الكاف ضمير الخطاب. أما إذا كان غيب فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وإذا كانوا جماعة فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به. أو إذا كانوا جماعة رأيتهم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. نعم. قيل: أتسمعه أم من غير إسماع؟ قالوا: لا شك إذا كان في إسماعه تحزين له فلا تسمعه، لأن جبر الخواطر من الديانة، جبر الخواطر من الديانة. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال. من رأى أيضا من لفظ عموم، صاحب بلاء نكرة مضافة تدل على العموم، تدل أيضا على العموم. وقلنا هنا البلاء أيها الكرام الفضلاء إما أن يكون في بدن أو أن يكون في ديانة أو أن يكون في خلق، تدل على عموم البلاء. نعم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم. إلا عوفي من ذلك البلاء. نعم. كائنا ما كان ما عاش. ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يظهر الشماتة بإخوانه المسلمين، لا تظهرن الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وهذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، لكن أصح وأصل في المسألة: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهنا لا ناهية تفيد التحريم، لذلك جاء الفعل مجزوما بالسكون لا يسخر. فلا ينبغي للمسلم أن يظهر الشماتة بإخوانه المسلمين، لكن عليه أن يدعو الله عز وجل بالمعافاة. أما مسألة التحذير من أهل البدع والتحذير من أهل الشهوات المبتلين بها أهل الشبهات، هذا ديانة لا شيء فيه، لا غيبة في ستة: معرف ومحذر ومستعين في إزالة منكر ومستفت ومتظلم ومجاهرا فسقة، كما قال النووي في رياض الصالحين. هذه ستة لا تدخل فيها الغيبة، لكن أن يكون بقدر الأمر، على قدر الأمر لا يتعدى. وأنتم رأيتم من مسك الدعاء وما ترك أحدا إلا بدأ إيش يسبه ويشتمه ويشمت فيه ويسخر منه باطلا، رأيتم ما فعل الله به، بما جعله عبرة للناس في الكرة الأرضية كلها، صح ولا ما صح؟ فالحمد لله الذي عفنا مما ابتلاه به وفضل كثير من خلق تفضيلا. أما الإنسان أن يرد على المخطئ بحق وصدق، هذا دين وهذا سنة، ما في حرج، لكن أن تكون الرد على قدره، الرد أن يكون ماذا؟ على قدره، على قدر الأمر، لا تتعداه إلى النوايا، إلى الأسرة، إلى أهله، إلى جنسه، إلى لونه، إلى وطنه، إلى غير ذلك. والإنسان لما يرى والله يا أخوان فعلا يعني من عاب عيبة، من عاب عيبة، الله يعافينا وإياكم، من عاب عيبة. والإنسان لما يبدأ يتنقص في الناس ويظهر فيهم العيوب، سبحان الله، تمر به الأيام ثم تجده يقع فيما كان منه. يعني محمد بن سيرين رحمه الله رحمة الأبرار، تلميذ أنس بن مالك النجيب، رآه في الرؤيا أحد الناس فقال: يا إمام، عندي رؤيا. قال: تفضل. قال: رأيت رجلا في رجله شعر وفيها قيد. قال: ذاك يموت في السجن في دين. قال: هو أنت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفعلا محمد بن سيرين مات مديونا في السجن رحمه الله رحمة واسعة. فلما زاره ابنه، وطبعا الدين إيش كان؟ الدين كان من الورع، أنه اشترى من بلاد الشام أو العراق، اشترى زيت زيتون، ولما جيء له بهذه الحمولة وجد فأرا ميتا، فقال: مما هذا؟ قالوا: من المعصرة. فأراقه كله. شوف كيف الورع سبحانه، لأن طبعا هذا مفسد، أراقه كله، وقد كان قد اقترض هذا المبلغ فما استطاع له الوفاء، هذا هو دينه رحمه الله. الشاهد لما زاره أحد أبنائه قال: يا بني، ما نحن فيه لأني قلت يوما لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. شوفهم هم يعرفون من أين يؤتون، لذلك رفع الله ذكرهم رضي الله عنهما وأرضاه. فالإنسان يعني كما قال: لا تذكرن امرأ بعيبة فكلك عيوب وللناس ألسنوا، وإذا دعتك نفسك لذكر معايب فقل لها: يا نفس للناس أعينه، وعامل بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسنه. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء. ولذلك قال الشاعر: وأحسن قال
احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم من نزيل في المقابر وكانت تخشى لقاءهم الأقران، وكم من نزيل في القبر إنما هو كم من حروف جرت حتوفا وأخرى دعت إلى خير منيف. والإنسان ينتبه لمثل هذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويظهر بعد ذلك من كان يكذب يقول ما انتقدتهم إلا ديانة، وكذاب، إنما انتقدهم لحظ في نفسه، وإلا لو كان يريد أن ينقد ديانة لنقد كما ينقد مشايخنا ديانة، ما في مانع أنك تتعرض لنياتهم وتتعرض لدينهم وتتعرض لأمورهم إلى غير ذلك، لا يفضحنك الله تبارك وتعالى. لذلك دائما الإنسان يدعو بالستر يا أخوان، صلى الله يسرنا وإياكم. ضعف الترمذي إسناده. قل قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ينبغي، من أصحابنا يعني من الشافعية وغيرهم، من غير من بقية المذاهب، نعم، ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمع المبتلى. أيوة قلنا يعني من باب ماذا؟ من باب جبر خاطره، من باب جبر خاطره، نعم، لئلا يتألم قلبه بذلك. إلا أن يكون، إلا أن تكون بليت، إلا أن تكون بلية لغير مسلم، أو أن تكون بلية في ديانة والعياذ بالله، صاحب شبهات، صاحب بدع إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، وأن تكون بلية جهر بها صاحبها، سترنا الله وإياكم، نعم، إلا أن تكون بلية معصية، إلا أن تكون بلية معصية، إلا أن تكون بلية معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يكن هذا كله يدخل في باب أن الإنسان يقدر الموقف، يقدر الموقف، نعم، إن لم يخف من ذلك مفسدة. والله أعلم. شباب الوعد، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام أبي عبد الله بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال المصنف: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية. وهذا أيها الكرام الفضلاء مما تستدركه، مما تقبله العقول السليمة، بقدر تعظيمك لمن هو أمامك بقدر استعدادك له، بقدر تعظيمك لمن هو أمامك بقدر استعدادك له. فلما تعظم وجيها أو أميرا أو مسؤولا بقدر ما تستعد له باللباس المناسب وبأسلوب الخطاب المناسب وبطريقة الدخول عليه المناسبة، صحيح؟ ولذلك لو نحن أيضا أيها الفضلاء الكرام عظمنا وقع الصلاة في قلوبنا لدخلنا عليها بملابس مناسبة. ما ينبغي الإنسان بملابس النوم يجي إيش؟ يأتي للصلاة وبهيئة مناسبة. ولذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة وإن كانت في بيتك. ولذلك كان الإمام مالك يلبس أفضل ثيابه وإن كان يصلي في داخل بيته،
لتعظيم هذا الأمر. ولذلك كان مالك رحمه الله يعظم مجلس العلم فيلبس أفضل ثيابه، لأن هذا مجلس يذكر فيه الله، يذكر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحفه الملائكة وتغشاه السكينة تنزل عليه الرحمة، يذكر الله في من عنده. فبقدر تعظيمك للصلاة، بقدر استعدادك لها، كتعظيمنا لمناسباتنا. لو يعني غدا أو بعد غدا عندك أحسن الله إليك مناسبة زواج أو كذا، وربما بعض الإخوة الفضلاء ولا حرج في ذلك يذهب ويحيك ثوبا جديدا، صح ولا لا؟ بل ويشتري ربما بشتا جديدا وحذاء جديدا وطيبا جديدا يليق بهذه المناسبة، ولا سيما إذا كانت لوجيه من الوجهاء. فبعض الناس يقول لي يا شيخ الكلام ده يعني كده يعني شوية، يعني ما احنا 5 مرات في اليوم. أقول والذي رفعها بلا عمد 7، لو كل يوم تدخل على ملك من ملوك الدنيا حتستعد له كل يوم، صح ولا مو صح؟ انت كل يوم بتداوم فين؟ في العمل، صح ولا مو صح؟ وبعض الناس يعملوا على فترتين خلال اليوم الواحد، وفي كل فترة له زي مختلف عن الفترة ليش الثانية، صح ولا كلام غلط؟ فلماذا هنا عظمت ولماذا هنا لم تعظم؟ إذن المسألة هي مسألة القلوب. قال الله عز وجل: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم الشعائر بعد التوحيد هي إقامة هذه الصلاة. نعم. قد صدرت من قلب سليم مخلص محب لله عز وجل، نعم، متقرب إليه، أحبها ورضيها وقبلها. القسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة. الله أكبر، هذا غالبنا، نسأل الله السلامة والعافية، أن أصبحت الأمور قريبة إلى العادة فتبعتها الغفلة، فيأتي على الصلاة كيفما اتفق، لا يبكر لها ولا صف أول ولا تكبيرة إحرام ولا أداء نوافل ولا أنه يتطيب عندها ولا أنه يتوضأ في بيته ويذهب إليها إلى غير، مع قيام الداعي ومع قدرته على ذلك. لا نقول هذا لشخص حازته الصلاة وهو فين، أدركته الصلاة وهو في الطريق أو هو في وظيفته إلى غير ذلك، لا، نقول لمن هو مهيئ أن يأتي بكل هذه الأمور في استعداده للصلاة. ونقول يا أخواني العبادة القيمية مهمة جدا، عبادة القيم مهمة جدا، أن نعتقد أن في كل صلاة قيمة جديدة. وصلي صلاة مودع، لو احنا جددنا قيمة العبادة في حياتنا يتغير نظرنا للعبادة. ولذلك يقول أبو بكر البلخي رحمه الله، يقول: كان السلف يسمون شهر رجب بشهر الحرث والبذر، وشعبان بشهر السقي، ورمضان بشهر الحصاد. فمن لم يحرث ويبذر في رجب ولم يسقي في شعبان فاته الحصاد في رمضان. وقال أيضا رحمه الله: وكان يسمون شهر رجب بشهر الريح، وشهر شعبان بشهر الغيث، وبشهر بشهر الغيث والمطر، ويسمون شهر رمضان بشهر الحصاد. هذا كله استعداد لماذا؟ استعداد للدخول في هذه العبادة. فعبادة الروح وعبادة القيم هذا هو اللي ينقصنا أخوان، تتحول عندنا أمور إلى عادة، ثم مع كثرة العادة تأتيها الغفلة، تأتيها الغفلة. نعم. وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهن عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله. فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثبته فيثيبه على ما كان له منها، ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل،
إساء إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتخريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحده نتوقف عند هذا القدر، هذا نقوله في مجلس قادم، هذا الباب باب مهم جدا إن شاء الله.